للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. في البداية نتكلم عن الفيدرالي الأمريكي، ما الإشارات التي اليوم نترقبها من جيروم باول، وأيضا في ظل يعني ترقبنا لأرقام التضخم الأمريكية؟ بالتأكيد بيانات التضخم هي الأهم على الرادار، يعني خلال تعاملات اليوم التوقعات بأنه يبقى التضخم عند 3.4% دون أي تغيير، وهو مستوى يعني مرتفع نسبيا بالنسبة لمستوى التضخم، وهذا يثبت أنه هو عنيد جدا في مقابل السياسات التي تم اتخاذها من قبل الفدرال الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة لفترة ممتدة. بالتالي ذلك قد يؤثر حقيقة بشكل كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر يوم غد. التوقعات تشير إلى أنه التضخم ربما هو الأبرز كعامل مؤثر على قرار الفيدرالي في توقعات. التوقعات أنه ما يغير أسعار الفائدة باجتماعه القادم اللي هو غدا، ولكن ما ننتظره هو هل يمكن أن يكون هناك تغيير في السياسة النقدية في هذا العام في شهر سبتمبر، أم أن الأمر أصعب من أن يتم تحقيقه في هذا الوقت القريب، وخصوصا أن السوق يعني ينتظر هذه الأحداث بفارغ الصبر. فعلا بدنا ننتظر رفعة واحدة للفائدة أو عدم رفعها هذا السنة. طيب ننتقل لنتحدث عن الذهب في ظل جميع ما ذكرت، وفي ظل أيضا ترقبنا الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، وإذا ما كان سيرفع الفائدة أو سيثبت الفائدة خلال هذه السنة، ما المنتظر يعني السيناريو الذي يترقبه الذهب في النصف الثاني من 2024؟ حقيقة نحن شفنا أنه الذهب عنيد في الهبوط، لا يقوم يعني لا يكون هناك هبوط حاد على أسعار الذهب، ويبدو أن المشتري قوي جدا على أسعار الذهب، وتزداد جاذبية الذهب عند هذه المستويات الحالية على الرغم من أنه نحن شفنا فقد حوالي 90 دولار خلال تعاملات يوم الجمعة مع بيانات البطالة أو بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، وبما أنه جاءت أفضل من المتوقع فهذا يؤخر قرار الفيدرالي بأن يكون هناك أي تغيير في السياسة النقدية. الأمور تمام وجيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والوظائف الجديدة لا تزال تزداد بطريقة أو بوتيرة أعلى من التوقع. في نفس الوقت نحن عندنا كان إعلام من الصين بأنه توقف عن شراء مزيد من الذهب فيما يتعلق باحتياطيات الذهب في البنك المركزي الشعبي الصيني، وبالتالي ذلك أعطى ضغط إضافي على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط. ربما أنه أسعار الذهب لن تتأثر كثيرا بالبيانات التي قد تصدر فيما يتعلق بالسي بي آي اليوم، ولكن التأثر سوف يكون متروك لقرار الفيدرالي ولمزيد من التوضيحات يوم غدا. فبالتالي الفولاتيليتي اليوم ممكن تكون قليلة نسبيا على أسعار الذهب. طيب ننتقل للأسواق الأوروبية، يعني اليوم تابعنا تراجعات في مؤشرات الأسواق الأوروبية، برأيك ما الذي كان يعني المحرك الرئيسي للأسواق الأوروبية؟ حقيقة الأسواق الأوروبية تماما، الأسواق الأوروبية مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع كانت يعني نتيجة الانتخابات والتأثر بها، كم شفنا أنه في تراجعات حادة على أسواق الأسهم مع ازدياد اليمين في الأسواق الأوروبية، ولا تزال تستمر باللون الأحمر حقيقة نتيجة المتوقعات بأنه يكون هناك ضغوط أكبر على السياسات المالية، وهذا يؤثر على أداء الشركات وعلى أداء الأسهم إجمالا. بالتالي شفنا الداكس عم يتراجع بشكل حاد، شفنا عند 18400 و 300 تقريبا وصل إلى هذه المستويات، يوجد ضغط حاد في الوقت الذي يعني تقليص أسعار الفائدة الذي حدث من المركز الأوروبي، أعتقد من الصعب أن يتكرر خلال التعاملات هذا العام، يعني المجال محدود جدا. نعم، بشكل سريع توقعاتك لأسعار النفط؟ أعتقد النفط نحن تحت ضغط ليستمر كذلك الأمر بنتيجة قوة الدولار الأمريكي أولا، مخاوف الطلب أنه يكون عندنا متواضع نسبيا، ووفرة المعروض اللي هي يعني لا تزال قائمة على أرض الواقع، بالتالي ممكن نشوفه. أعتقد أنه نحن نشوف واحد يعني 80 دولار للبرميل، ممكن نشوف حتى أقل من ذلك على البرنت، وبالنسبة للدبليو تي آي قد يناور عند 75 دولار للبرميل. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا. شكرا لك.